على ميفو نشرح لي. من يومين كده اتقبض على الفنان احمد فلوكس، وكان بحوزته حسب ما يقال او حسب اللي مكتوب كان بحوزته مخدر الحشيش، وانه اترحل على القاهرة، واتقبض عليه في الساحل الشمالي، وانه اترحل على القاهرة وانهم بيحققوا معاه. وطبعا حتى لما قالوا هو فنان بس، هو طبعا كل الناس توقعت، او يعني كلام كان بيشير او بي يعني بيلمح الى ان هو الفنان احمد فلوكس، واللي مشاكله يعني مشاكله كانت الفتره الاخيره، واللي يعني اللي يعني قلبه يبقى جامد كده، ان هو لدرجه ان هو يروح يصيف ومعاه مخدر الحشيش، يعني معاه مزاجه كمان. قال يعني ممكن يكون عشان هو يعني فنان وكده، محدش متوقع، محدش يعني يفتشه، ولكن حصل ما لا يحمد عقباه، واللي ما كانش عامل حسابه. الحقيقة يا جماعة، الكام ساعة اللي فاتوا كان اسم أحمد فلوكس مسيطر على مواقع السوشيال ميديا، وعلى عنوان واحد، وهو حبس أحمد فلوكس سنتين ودفع غرامة قدرها 200,000 جنيه. ايه اللي عمله أحمد فلوكس عشان الموضوع ده؟ الحقيقة اللي احنا جبناها لكم النهاردة، واللي ممكن يعني ما تعرفش بصراحة الحقيقة، جبناها لكم اللي حصل، ان هو من حوالي سنتين او من اقل يعني الفترة، مش مشكلة، ان احمد فلوكس اعجب بلاعبة منتخب مصر لكرة السلة السابقة ياسمين عز، بعد ما اتعرف عليها عن طريق اصحاب مشتركين ما بينهم، والاعجاب وصل بيه ان هو يطلب الزواج منها، لكن طلبه اترفض منها ومن عيلتها. لكن احمد فلوكس ما تقبلش رفض ياسمين ورفض عيلتها ليه، وقرر انه يرد الرفض برسائل كلها اهانة وغلط في شرف البنت وعيلتها على الواتساب والانستجرام، وكلام كتير ما يصحش ان هو يتقال، ده غير المكالمات باستمرار ومضايقتها. وما اكتفاش بكل ده، لا ده بعت لها رسائل تهديد مع اصحابهم اللي كانوا سبب في تعارفهم. ومن كتر ضغط احمد فلوكس على ياسمين وتصرفاته الغريبة، اضطرت ان هي تاخد خطوات ايجابية، وقدمت كل الرسائل والاهانات والشتيمة الى الشرطة علشان توقفوا عنده حده من الاهانات ومن التجريح ومن الحاجات اللي بيعملها، وفعلا خدت ضده كل الاجراءات القانونية لحد ما وصلت للمحاكم. وبعد ما وصل الموضوع للمحاكم، احمد فلوكس انكر كل الرسائل، قال ان انا معرفهاش، ولكن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أكدت صحة الرسائل والتهديدات بأنها كلها من تليفون أحمد فلوكس. وتحولت القصة من جوازة وإعجاب إلى محاكم وجلسات وأحكام رايحة جاية، فطلع أول حكم من المحكمة الاقتصادية بحبس أحمد فلوكس سنة مع الشغل وكفالة 5,000 جنيه وتغريمه 10,000 جنيه. وطبعا هو طعن الحكم وفي الاستئناف ما حضرش الجلسة، فالمحكمة طلعت حكمها بحبسه سنتين وكفالة 50,000 جنيه مع إيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه 200,000 جنيه. رجع تاني طعن الحكم، وفي جلسة الاستئناف التانية برضو ما حضرش الجلسة بحجة ان هو مريض، وطلب محامي تأجيل حضوره لجلسة أخيرة، ولكنه ما راحش برضو الجلسة أصلا. ومن هنا أيدت المحكمة الحكم اللي طلع ضده، وهو حبسه لمدة سنتين مع الشغل والغرامة 200,000 جنيه. ورغم ان الحكم من 2022، يعني من سنة وكم شهر، لكن علبة سجاير فيها ممنوعات كانت السبب وراء انه يتقبض عليه، وهو كان موجود في مرسى مطروح، وترحيله لمحكمة الجيزة عشان ينفذ الحكم اللي صدر ضده في قضية ياسمين. وظهر كمان لقطات فيديو ليه وهو مترحل في المحكمة ومترحل لسجن وادي النطروح. ورغم ان الدنيا مقلوبة في الاخبار وفي السوشيال ميديا على حبس احمد فلوكس، الا ان مراته اللي محدش يعرف هي مين اليومين دول كان ليها رأي تاني خالص، وقالت في برنامج تلفزيوني ان هي واحمد بيقضوا اجازة الصيف بره مصر، وان كل ده كلام واشاعات عن جوزها، وهي ما تعرفش ايه الغرض من الاشاعات دي ولا ايه مصدرها. وكمان مراته نفت كل اللي بيتقال، لكن الغريب ان صفحات احمد فلوكس على السوشيال ميديا ولكنها هنا، ولا كتب بوست واحد ولا حتى ظهر في فيديو يقول فيه الاخبار دي مش صح او اي حاجة. لكن محامي ياسمين ملتزمش الصمت، ونشرت المواقع كلامه اللي بيقول وبيأكد ان احمد فلوكس اتقبض عليه في مطروح في الفندق اللي كان نازل فيه، وترحل للمحكمة الاقتصادية في القاهرة وفي طريقه للسجن وادي النطرون.
وعشان زيادة التأكيد نشر المحامي في صفحاته على السوشيال ميديا فيديو لأحمد فلوكس في المحكمة عشان يثبت صدق كلامه وإنه مش إشاعات زي ما بيتقال وزي ما بتقول مراته. يا ترى الأيام اللي جاية هتكون مخبية إيه للفنان الهمام أحمد فلوكس؟ ودي مش المرة الأولى اللي بيكون فيها أحمد فلوكس في مشاكل وقضايا وحوارات، لأنه كان برضه من فترة كده اتورط في قضايا شيكات بدون رصيد، وطبعا خلافاته بسبب الستات مش مخفية على حد، رغم إن أحمد فلوكس كان من الفنانين الشباب اللي ليهم مستقبل كويس في الوسط الفني، إلا إنه من فترة يعني طاح كده في كل الناس، زمايله ومش زمايله، وكانت كل فيديوهاته وبوستاته على السوشيال ميديا بيغلط فيها في الناس ومش فارق معاه حد. لغاية ما وقع في شر أعماله وحصل اللي احنا قلنا عليه دلوقتي. يا ترى الأيام الجاية زي ما قلنا مخبية ايه؟ هنشوف ان شاء الله، ويا خبر بفلوس بيه قريبة ببلاش. اشكركم واعتذر عن الإطالة، وان شاء الله نجيب لكم كل جديد عن أحمد فلوكس وعن غيره وعن كل المجالات اللي احنا بنقدمها على قناتنا. يا ريت اللي لسه مشتركش في القناة لغاية دلوقتي ينزل يشترك في القناة، ويا ريت اللايك يا جماعة الكتير، بخلي الفيديو يعني بيطفو في محركات البحث والناس كلها بتلاقيه. دعمونا باللايك والشير، شاركوا في القناة، اضغطوا زر الجرس اول اختيار اول او الكل عشان يصل كل جديد.